اليوم نشرح كيف نقدر نهكر جهاز اندرويد ونقدر كيف نقدر نرسل او ان نسوي فيشنج للتارجت حقنا. طبعا اندرويد كلنا عارفين لينكس بيست اوبريتنج سيستم، والطريقه اللي حنسويها اول شيء حنسوي الويبنايزيشن اللي هي حنسوي جنريت للبيلود حقنا عن طريق مسف فينوم، وبعدين نفتح سيرفر عندنا HTTP سيرفر ونسوي لينك، ومن اللينك هذا طبعا نقدر نسوي assumption اللي هو الافتراض، نقدر نفترض ان نرسل اللينك هذا عن طريق ايميل او عن طريق SMS او طريقة ثانية، سواء في صفحة في النت يضغط عليها او شيء. اللينك حيخليه يحمل فايل، والفايل هذا راح يعطينا اكسس على جهاز الفكتور. خلونا نبدأ أول شيء في الإعدادات حقت الجهاز. مثل ما أنتم شايفين هنا عندي الكالي حاطة على البريدج نتورك بريدج أدابتر، وعندي برنامج جيني موشن تقدر تحمله من النت، تدخل على اللينك حقه سواء انت ماك او ويندوز وتحمل جيني موشن عشان نقدر نفتح اندرويد جهاز عليه. طبعا انا هنا حملت جيني موشن مثل ما انتم شايفين، وعشان تضيف جهاز تضغط بلس وتختار الجهاز اللي تبيه. انا اخترت سامسونج جالكسي اس 4 والجهاز جاهز عندي جديد، ما بعد سويت لي ريسيت بعد ما سويت عليه الاتاك، بس اجرب سويت ريسيت والحين بنشوف مع بعض كيف نسوي عليه الاتاك. يكون عندك الجهاز شغال، طبعا الجهاز لما تسويه اس 4 كليك نيكست لازم تخليه بريدج عشان نقدر نوصل له بالكالي حقنا. لما تخليه بريدج تسوي له انستول، يصير له انستليشن، اذا جاك ايرورز لازم تروح على الانترفيس حق النتورك وتسوي انيبل لكل النتورك اللي صار لها كرييتد، لكل النتورك انترفيسز، ورايت كليك انيبل ويزبط معك. الحين خلونا نبدا بمرحله الويبنايزيشن في كالي. حنسوي الويبن حقنا اللي هو سلاح. اول شيء حنسويه حنستخدم MSF Phenom عشان نسوي كرييت للبيلود حقنا اللي هو البرنامج APK. هنجي هنا ونكتب MSF Phenom واستخدم بسميه game2.apk. طبعا هنا ذكرت اني ابي البيلود وعطيته اندرويد متر ريفيرس تي سي بي، اللوكال هوست حطيته نفس الاي بي حق الجهاز حقي مثل ما انتم شايفين 16، وعطيته لوكال بورت. اللوكال بورت تقدر تخليها اي شيء تبيه، في الحاله هذه حنخليه 444، تقدر تخليه 3344 اللي تبي. تسوي كرييت للبيلود. الحين لما سوينا كرييت للبيلود نبي نسوي البيلود مثل ما انت شايف السايز صار كرييت. نبي نسوي HTTP سيرفر using بايثون عشان اللينك يقدر يوصل له، يعني لما يضغط اللينك يقدر يحمل الفايل game 2. طبعا الطريقه مره سهله، بايثون وتقدر تحطه على البورت اللي تبيه، تسوي له الام سويتش والهيش تي بي سيرفر وتحط البورت اللي انت بيها. انا حطيتها 222 انتر. الحين في النت شغال هيش تي بي على اللينك هذا. طبعا اللينك هذا 00 يتبدل بالاي بي ادرس حقك، وباي شيء تاخذه تقدر تاخذه من الدايركتري هذا. الحين عندنا الويبن جاهز، بس ناقصنا ان نصير listening بعد at the same time. فنجي هنا
هنستخدم MSF console وحنقول MSF console نستخدم فيه الاكسبلويت اللي هو مالتي هاندلر عشان نقدر نستخدم سبيسيفيك بايلود اللي هو حق اندرويد. لان لو سوينا نتكات هنا نتكات وسوينا listening مثلا على نفس البورت هذه 444 ما راح يجي كونكشن. جربتها ما راح يجي كونكشن، تحتاج انك تكون معك تستخدمها على البيلود نفسه اللي انت سويت لك كرييت هنا، اللي سوينا لك كرييت هنا. طبعا هتجي هنا حتقول use exploit multi handler وبعدين تقول clear options. خلوني بس اكبر هذا، نرفع هذا كذا، هذا طبعا listening خلوه. شفنا الاوبشنز عندنا، طالبنا البورت اللي هو اللوكال بورت واللوكال هوست، بس لاحظوا البيلود جينيريك، احنا ما نبي نستخدم البيلود هذا. حنقول له set payload، حنقول له اندرويد interpreter prefers TCP set options. مثل ما انتم شايفين تغير عندنا البيلود. الحين نسوي set لل local host، حيكون نفس الـ IP حقك اللي قبل شوي شفناه في fconfig 192.168.0.116. نتأكد، دايم نتأكد .0.116 clear. تأكد options. مثل ما انتم شايفين كل شيء تمام. نسوي run، الحين هو شغال MSF console مسوي TCP handler على البورت هذه والاي بي هاي. طبعا احنا هنا لو تلاحظون البورت نفسها لازم تكون نفسها اللوكال بورت، والاي بي لازم يكون نفسه. طبعا تيجي تنزل، الحين خلصنا من جهازنا، احنا عندنا الويبن جاهز، عندنا الريفرس شيل جالس يسمع، نحتاج ان نسوي الدليفري. الدليفري حنسوي اسامبشن. اوكي، اول شيء خلونا نشوف اعدادات جهاز الفيكتم حقنا. نجي هنا نشغل الجهاز، لازم نسوي اسامبشن. احنا الحين هنا سوينا جيم 2، الاسامبشن حقنا راح يكون ان الفيكتم او التارجت حقنا انسان يحب الجيمينج او انسان يبي او يحتاج انه يسوي انستليشن للاوبن سورس ابس. طبعا الاوبشن هذا موجود في الاعدادات حقه الجهاز، نقدر نحمله. هنا الجهاز عندنا، نبغى نقول ان الفيكتم حقنا انسان يحمل جيمز او برامج من اوبن سورسز، فعشان كذا الاعدادات عنده مسوي في السكيورتي. لما تنزل السكيورتي تلقى open source، لازم تسوي له تشيك عشان يصير للبرنامج حقنا، لان ما في سيجنتشر فلازم يصير open source عشان يسوي له ران. فالحين الفيكتم حقنا جهازه جاهز للاكسبلويت، انسان جالس يستخدم open sources، بنرسل له لينك. اللينك هذا طبعا حيكون عن طريق ايميل، عن طريق اس ام اس، عن طريق اي شيء تبي. اللينك راح يكون بالطريقه هذه نفس هنا HTTP، اجيب لكم اياه بس ثواني. هيكون اللينك HTTP. نجي هنا جوجل نكتب HTTP
بعدين نحط الـ IP address حقنا 192.168.0.116 ونحط البورت أهم شيء اللي هي listening on 2222 وبعدين game نتأكد من اسمه game 2 apk game 2.apk الحين enter start downloading جالس يحمل جالس وهنا مثل ما انتم شايفين ان جانا connection وان في الـ IP address هذا سوى get request get انه جالس ياخذ من عندنا ملفات ننتظر التحميل يخلص هنا عندنا التحميل download completed تدخل على الاب يقول لك انك تبي تحمله accept او لا تسوي install open مثل ما انتم شايفين فتح لنا الشيل هنا تجي get user id احنا اوريدي على السيستم حقه طيب نسوي assumption ثاني مع بعض عشان ايش الفائده الحين دخلنا على جهازه نقدر طبعا ناخذ سكرين شوتس نفتح الكاميرا نقدر نسوي كل شيء تجي هنا تكتب help وتجيك المعلومات اللي تقدر تسويها في شيء طبعا هنا عندك ويب كام ستريمينج ويب كام شوتس سكرين شوت سكرين شير احنا حنسوي شيء ريلي سمبل تقدر تحمل حاجات هنا داونلود حنسوي الكوماند حق دام كونتاكتس احنا مسويين خلينا نسوي اسامبشن ان سوينا انيوميريشن على شركه ونبي ناخذ معلومات مثلا مدير الشركه هذا وهذا مدير الشركه كان يستخدم جهاز جالكسي والجالكسي هذا كان مسوي اوبن سورس عشان كان يستخدم اذا برنامج له او شيء زي كذا فنحتاج الكونتاكت حقه عشان نكمل عمليه التهكير حقتنا نجي هنا نجي الكونتاكت نسوي create new contact هذه عشان نسوي assumption حقنا حنقول ليش يبي مني account keep local حنقول له ABC phone number تعطي أي phone وتسوي done وبعدين ترجع وتسوي واحد ثاني حنسمي AST والفون نمبر نعطيه اي رقم ثاني دان تقدر تسوي as many as you want في هذا الفيديو نسوي اثنين عشان بس اوريكم كيف الحين الفيكتم عنده كونتاكتس احنا اللي بناخذها دخلنا على السيستم حقه بكل سهوله وبكل بساطه راح نسوي دام كونتاكتس اوكي سوينا الدم ونفس الدايركتوري اللي فتحنا فيه الـ MSF console اللي هو نفس الدايركتوري هنا اسوي clear او اسوي exit عشان اوريكم اياه خلونا نسوي clear هنا ls عندنا الفايل موجود نسوي cat contacts text مثل ما انتم شايفين سحبنا كل الكونتاكتس اللي في الجهاز فكذا هكرنا الجهاز ولاحظوا لو سوى ريستارت وانت باقي لسننج على الام اس اف كونسول هو سوى ريستارت للجهاز حقه راح ترجع وتتصل اوتوماتيكلي على جهاز لان السكريبت اوريدي رننج فهو كل تايم يسوي ريبوت حيصير له رن اتمنى انكم استفدتوا في امان الله